وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والصحفي محمد القيق. مرحبا بك محمد. ما هي التداعيات العسكرية والسياسية اليوم لاغتيال القيادي في حركة حماس صالح العروري؟ نعم، واضح أن هذه الحادثة هي الاغتيال الأول لسياسي ومستوى سياسي رفيع في حماس خارج حدود فلسطين منذ تأسيس حركة حماس، هذا أولاً. ثانياً، الاغتيال لم يكن دون موافقة أمريكية، لأن المنطقة أصلاً في حالة تشاحنات وفي حالة توتر كبير، وبالتالي لن يكون هناك أي تصرف إسرائيلي خارج الحدود إلا بموافقة أمريكية، وهذا على عكس ما يحاول الإسرائيلي إقناع العالم أنه فقط أبلغ الأمريكيين في وقت الضربة. ثالثا، التداعيات واضح أنها ستكون استراتيجية وليست ردة فعل. الإسرائيلي يحاول أن يبرمج في الإعلام أن هناك ردة فعل عنيفة ستكون من حزب الله، وأعتقد أن ردة الفعل انتهت لدى المقاومة. هناك واضح أنه سياسة استراتيجية الرد أو التعامل مع المشهد. واضح اغتيال العروري كان اغتيال لقائد في حماس، وهذه رسالة لحماس، والجغرافيا التي تم اغتيال فيها بيروت وهي رسالة لحزب الله، وهو مسؤول الضفة الغربية وهي رسالة للضفة الغربية. لذلك ذهابا وهروبا من الفشل الميداني في غزة ومن الضغط الشعبي في داخل الشارع الإسرائيلي، ذهبوا إلى هذه الخطوة، وفي الاعتقاد أنها خطوة استعراضية ليست أمنية وليست سياسية في الدرجة الأولى، بقدر ما هي استعراضية في محاولة لتغيير المشهد الذي بات روتينيا في غزة من قتل أطفال ونساء ودون تحقيق الأهداف. وعلى هذا التداعيات ستكون تغير. كيف سيكون الرد على اغتيال العروري إذا ما نظرنا إلى القيمة العقائدية التي كان يمتلكها اليوم، وخاصة أن حزب الله اللبناني يتحدث عن وعيد وتهديد للرد على عملية الاغتيال هذه؟ الوعيد والتهديد لا يوضع في إطار الرد. ما الذي سيكون؟ الذي سيكون هو استراتيجية لا تحتمل الذهاب لحرب شاملة ولا تحتمل المشهد الذي كان قائما قبل 2 يناير، وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك ردا من حزب الله، لأنها فيها رسالة للضاحية الجنوبية في بيروت، وفيها رسالة سياسية أيضا لحزب الله كون بيروت والضاحية الجنوبية معقله، وهذا الرد سيكون باتجاه المشاهد العسكرية والمظاهر العسكرية الإسرائيلية. لماذا؟ لأن النقطة الحساسة لدى إسرائيل ولدى حزب الله هي أن تبدأ، من الذي سيبدأ الحرب؟ إسرائيل تحاول استفزاز المقاومة خارج حدود فلسطين كي يكون هناك حرب على إسرائيل، ويقال للعالم أننا نتعرض لحرب من قبل محور المقاومة والذي يسمونه محور الشر. حزب الله يحاول أن يعلن، كما أعلن السيد حسن نصر الله في اليوم الأول للمعركة، أنه سيدافع عن لبنان ولن يجلب الحرب. بين هذا النداء وبين محاولة إسرائيل واضح أننا سنشهد توترا وتصعيدا لا يصل إلى حرب شاملة، ولكن الذي سيغير الأمور واضح أن هناك سيكون في الساعات والأيام القادمة اغتيالات جديدة لمستويات عليا سياسية. وهذا ما تتحدث عنه صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر أمريكية، تتحدث من أن هذه العملية هي الأولى ولن تكون الأخيرة ضد حماس، لكن في نفس الوقت مسؤولين أمريكيين يتحدثون من أن إسرائيل هي وراء هذه الحادثة وأمريكا لم تعطيها الضوء الأخضر لذلك. لماذا اليوم تتنصل أمريكا عن حليفتها إسرائيل في هذه الحادثة بالتحديد؟ نعم، أشكرك على هذه النقطة. التكتيك الأمريكي الآن هو الابتعاد عن المشهد الميداني حتى يتسنى ترتيب أوراقهم الداخلية في الانتخابات وغيرها، وأيضا المشهد المؤذي لديهم هي حالة التوتر القائمة في داخل أمريكا والجدل الكبير حول جدوى الحرب على الأطفال والمدنيين. السيناريو فقط الوحيد الأمريكي هو أن يخرج من مشهد محاربة غزة باتجاه أنه ذهب دوره من دور الداعم المباشر كما كان في أول الحرب حينما جاء بايدن وبلينكن وأوستن إلى المنطقة وجهزوا مجلس الحرب الإسرائيلي، وبين المشهد الحالي وكأنهم محاولة للتوسط أو وقف إطلاق النار وحالة الاستجداء لإسرائيل كي يغير الموقف الداخلي الأمريكي. أضيف لذلك أن هناك حالة من التحالفات الدولية، ونحن نشهد ملف أوكرانيا في التصعيد ونشهد ملف التهديد الصيني لتايوان. أمريكا لا تريد أن تنخرط بدون دراسة، هي حينما ذهبت في مواجهة الحوثيين قبل أيام هي ذهبت بدراسة وليست ردة فعل، وهذا
الانخراط تريد أن تكون مدروسا، ولذلك الآن ستستخدم إسرائيل. أيضا من المتوقع أن تستخدم إسرائيل وستقوم إسرائيل بعمليات اغتيال لقيادات فلسطينية في داخل تركيا، لأن أمريكا تريد الآن ترتيب الأوراق، ما أنت معي أو علي. هذه المنطقة مؤرقة لأمريكا، في منها مع الروس ومنها ضد الروس ومنها مع الصينيين. هذه المعادلة، وتحديدا بعد زيارة بوتين للإمارات والسعودية وبعد الترتيبات التي حدثت مع العراق، كل الأمور الآن على الطاولة. يراد تفتيت المشهد بحيث من هو مع أمريكا ومن هو ضد أمريكا. الرسالة النارية الميدانية التي في غزة كانت للدول العربية جميعا، أنه الذي لا يريد أن يقف مع أمريكا بالطريقة المثلى سيقف معها بالطريقة النارية، وانظر إلى غزة كيف حرقت. وهذا تهديد أيضا كان مباشر ولم يكن توقعا، بل كان هل هذا ما تصريحات تفاجأت به سيد محمد، أمريكا ردود الفعل، يعني خاصة وأنها عولت كثيرا على هذا الموضوع وباتت اليوم تتنصل، بمعنى ألم تكن تعلم أمريكا اليوم من أن دخولها في هكذا جبهة إلى جانب إسرائيل سيكلفها كثير ومزيد من الاستنزاف؟ وهي مجبرة على هذه الجبهة لاحقا، يعني الآن ممكن أن تقولي أنها لن تكون مجبرة، ولكن لاحقا هي ستكون مجبرة على هذه الجبهة نظرا لوجود تحالفات أخرى. يعني التوقيت للمشهد الحالي هو الذي يجبر جميع الأطراف على اتخاذ قرار، لأن هناك تحالفات دولية تنشأ وناشئة، وتحت الطاولة يحدث الكثير، وبالتالي أمريكا لا تريد أن يفوتها أي شيء من هذا المشهد، وهذا سيجبرها في المرحلة المقبلة على الإسناد المباشر وغير المباشر لإسرائيل في المنطقة. وعلى كل الأحوال، ما بين استفزاز إسرائيل للبنان كي تكون حرب على إسرائيل، وما بين دفاع لبنان عن نفسها في مشهد حرب إسرائيلي، تبقى الأوضاع الميدانية ذاهبة باتجاه التصعيد العسكري من حزب الله باتجاه الإسرائيليين وليس ضد المدنيين الإسرائيليين، وهذا ما تحاول إسرائيل أن تجلب حزب الله لهذا المربع كي تكون مهاجمة للبنان بالشرعية الدولية أنها تعرض مدنيها للخطر. هذا مشهد معقد. رسالة اغتيال العروري كانت مهمة جدا لإسرائيل، وهي رسالة للبنانيين وأيضا للأتراك وأيضا للفلسطينيين، وكل هذا يعني أن إسرائيل ستفتح جبهة جديدة للتغطية على غزة، وأيضا تفريغ لساحة الغضب الداخلية الإسرائيلية، وفي محاولة لإعادة الهيبة والردع للجيش. وهذا ما قاله وزير الدفاع بالأمس، أنه إذا هزمنا في غزة فلن تقوم لنا قائمة في منطقة الشرق الأوسط، وكل جيوش العرب ستنظر لنا. لكن تشتيت الجبهات سيد محمد بالنسبة إلى إسرائيل، يعني هذا بحد ذاته إعلان لخسارتها اليوم في الحرب، وإن كانت كما تقول تود التغطية على خسارتها في غزة، تشتيت الجبهات واستنزاف لها ولأمريكا دعم لها أيضا. هي مستنزفة منذ الأول من يناير 2022 و2023 بالانتفاضة في الضفة الغربية وعمليات جنين ونابلس، وهذا لم يتوقف، والمستوطن في الضفة بدأ في خطر، هذا أمر مفروغ منه. الذي حدث في 7 أكتوبر هو الاستنزاف المتسارع لصورة إسرائيل الإعلامية والسياسية والأخلاقية والعسكرية والميدانية والجبهة الداخلية حتى، وبالتالي الخيار قدامهم صعب جدا، إما أن يعلنوا توقف الحرب في غزة وهذا بالمباشر يعني هزيمة إسرائيل وانتصار حماس، وهذا لا تريده إسرائيل بتاتا ولا أمريكا، وأيضا الخيار الثاني هو توسيع الجبهة حتى لا يقال أمام المجتمع الدولي أن إسرائيل تقتل الأطفال. يريدون أن يفتحوا الجبهات بالطريقة التي وبمقاسات التي يرونها مناسبة، وهذا ما يحدث الآن في منطقة لبنان، وهناك استنزاف للإسرائيلي في منطقة لبنان ليس سهلا في عمقه، ولكن اغتيال فلسطيني في لبنان بحد ذاته هو كسر لخطة إسرائيل وأمريكا بفصل الساحات. عندما تم الاغتيال خارج الحدود، هذا يعني أن إسرائيل وأمريكا فشلت في فصل الساحات وفصل الجبهات، بالعكس توحدت الجبهات، واغتيال فلسطيني في لبنان هي إحراج لحزب الله، لأن هذا فلسطيني يدافع عن قضيته، فما بال حزب الله في لبنان، وهذا كأنه محاولة لإعادة ترتيب الأوراق الداخلية لدى إسرائيل في التعامل مع لبنان. ومهما حدث في المرحلة المقبلة فإن كل المشهد تغير بعد 2 يناير في قواعد اللعبة، سواء في خارج الحدود أو في الضفة الغربية التي كان مسؤول عنها العروري. في المحصلة لا يمكن الآن لإسرائيل أن تعود للوراء، خاصة في ظل الهزيمة في غزة، وخاصة في ظل المشهد المتوتر مع الإقليم، وهذا بدوره سيجلب أمريكا مجبرة للانشغال في المنطقة
على المقاسات الإسرائيلية الأمريكية التي لا تريد أن تتوسع وتصبح بمقاسات لا يمكن التنبؤ بتداعياتها في ظل نعم وجود الخطر الروسي عليهم في المنطقة. نعم كنت معنا الكاتب والصحفي محمد القيق، شكرا جزيلا لك.